حديث اللهم إني أتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم، أو أتوجه إليك بنبيك. الحديث في الجملة صحيح، لكن ما معنى أتوسل إليك بنبيك؟ احتملت عدة معاني. أتوسل إليك بدعاء نبيك، بحب لنبيك، بإيمان لنبيك، باتباع لنبيك، بجاه نبيك. كل هذه الكلمات غير الجاه لها أدلة تشهد لها، لها أدلة تشهد لها، إلا مسألة الجاه. ولو كان التوسل بالجاه جائزاً لتوسل الصحابة بالجاه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.